في مثل هذا الوقت من كل عام يبدأ مزارعو الجوف بجني ثمار الزيتون، حيث يتم توريد إنتاجهم إلى معاصر الزيتون المنتشرة في المنطقة، وذلك لعصره وتحويله إلى زيت نقي، فيما يتم تحويل الباقي إلى زيتون مخلل. تعد منطقة الجوف من أكثر مناطق المملكة اهتماما بالزيتون، ونظرا للطلب الكبير والمتزايد على هذا المنتج لما له من فوائد صحية بدأ يدركها الجميع، فقد أضحى مهرجان الزيتون بالجوف علامة فارقة في الأنشطة التي تستضيفها المنطقة سنويا. هذا العام هي الدورة الثامنة لهذا المهرجان. يجتذب المعرض آلاف الزائرين من داخل المنطقة وخارجها، حيث شكل المهرجان فرصة لمزارعي المنطقة لعرض منتوجاتهم من الزيت والزيتون ومشتقاتهم، حيث مثل منفذا تسويقيا لهذه المنتجات، حيث تجاوزت المبيعات كل الأرقام المتوقعة. هذا العام يستعد المسؤولون لدورة جديدة يأمل القائمون عليها أن تكون امتدادا للنجاحات السابقة. لبرنامج حياتنا، عمر الرويلي، الجوف. حياكم الله من جديد مشاهدينا. بالتأكيد سنتعرف على مهرجان الزيتون الثامن بمنطقة الجوف تحت رعاية سمو الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف. تنطلق اليوم أو يوم غد فعاليات مهرجان الزيتون الثامن، بالتأكيد مشاهدينا، وحول هذا الموضوع لنتعرف عليه أكثر عن استعداداتهم وعن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. انضم لنا عبر الهاتف المهندس محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمهرجان الزيتون بمنطقة الجوف. أسعد الله مساءك مهندس محمد. الله يسعد مساءك. يا هلا وسهلا فيك. أحب أرحب فيكم أخت مجدرين والأخت منى والسادة المشاهدين، والله يحييكم. شكرا لك. وحياك بعد معنا، شرف لينا استضافتك مهندس محمد. لو تكرمت لو تحدثنا عن استعداداتكم للمهرجان الزيتون الثامن، وما الذي سيميز هذا المهرجان عن المهرجانات السابقة أو الأعوام السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح يكون الافتتاح ان شاء الله للمهرجان يوم مساء يوم غد ان شاء الله
برعاية صاحب السمو الأمير الملكي الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف، بالنوب عنا بالافتتاح سعادة الأستاذ أحمد آل الشيخ وكيل أمارة منطقة الجوف. طبعا المهرجان هذا راح يكون الثامن، هو الدورة الثامنة للمهرجان، استمرارا لمسيرة المهرجان السابقة والدورات السابقة. جميل. بيكون فيه السنة هذه ما يميز المهرجان اللي هو التركيز على رفع جودة منتج زيت الزيتون. في السنوات السابقة تم التركيز على الموضوع هذا، يعني كان ملف كبير وتولوه العديد من الأخوة ومن الزملاء، واستمرينا احنا بنفس النهج. بعد ما أنشأنا أمانة منطقة الجوف أنشأت وحدة خاصة لأبحاث الزيتون والاختبارات، كانت تقوم باختبارات المنتج المشارك بالمهرجان واللي مرشح لنيل جائزة سمو الأمير لأفضل زيت أفضل زيتون. العام السابق كانت تتم اختبارات مبدئية، كانت أربع اختبارات رئيسية، اختبار لحموضة الزيت واختبار الغش واختبار التزنف واختبار المعادن الثقيلة اللي يحتويها المركبات الزيت. السنة هذه طورنا الاختبارات هذه، أضفنا عليها اختبارات جديدة مثل اختبار الرطوبة واختبار التذوق اللي يحدد اللزوجة والطعم، واختبار الخلط بزيت زيتون آخر يكون أقل جودة. كل الهدف من الاختبارات هذه اللي هو رفع جودة المنتج وزيادة ثقة المستهلك بما تنتج منطقة الجوف من الزيتون. جميل جدا. طيب أستاذ محمد، يعني ما شاء الله من عام إلى عام آخر أثبتتم نفسكم في إقامة هذا المهرجان، لكن حدثنا ما هي البصمات المضافة لهذا العام؟ دائما ما شاء الله بتسعوا من عام إلى عام آخر أن تكون في إضافات جديدة لإبراز هذا المهرجان بشكل كبير. طبعا أختي، المهرجان هو يعد عرس في منطقة الجوف. صحيح. ودائما ينتظر الجميع للمشاركة سواء داخل المنطقة أو من خارج المنطقة. وكانت دائما يصير فيه مشاركات كثيرة من مشاركين بالتنظيم، وكانت المشاركات هذه بالسنوات الأولى يعني ما كانت واضحة، يعني نتكلم بشكل صريح قلة المهرجانات بالمملكة بشكل عام ومنطقة الجوف، كانت دائما اللجان التنظيمية تعمل فعاليات وتعمل أنشطة لكن ما كانت موضوع لها إطار واضح. من السنة الماضية بدينا نضع إطار من خلال المبادرات اللي يتبناها المهرجان، فبدأنا بمبادرة الزيتون اللي كان مهمها اللي هو الاختبارات الجودة وحملة مجاز. الحملة هذه تختص بالاختبارات، فما يدخل المهرجان إلا الزيتون اللي حصل على ملصق مجاز، ومبادرة المجتمع واللي تخدم المجتمع المحلي بمشاركاته المختلفة وعلى رأسها مشاركات الأسر المنتجة السنوية يشاركون معنا ويكون يعتبرون المهرجان نافذة تسويقية لمنتجاتهم. صحيح. وكانوا مدعومين جدا من قبل سمو الأميرة سارة بنت عبد الله حرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر، كمخصصة لهم جائزة سنوية تمنح لأفضل أسرة منتجة، وكانت تمنح الجائزة هذه بالتزامن مع مهرجان الزيتون. جميل. كذلك مبادرة الاستثمار، والاستثمار طبعا هو قطاع كبير، احنا لما نتكلم عن الاستثمار نقول انه سواء بالزيتون المزارعين او الشركات اللي تشارك بتسويق منتجها او الشركات اللي يكون لها علاقة بس بشكل غير مباشر مثل شركات التعبئة والتغليف، عندنا قطاع الإيواء والسكن من خلال استضافة الزوار اللي يجون المهرجان والإعلاميين والتجار ورجال الأعمال، حتى الزوار من خارج المنطقة اللي يجون يستثمرون في المنطقة ويأمنون يعني كميات كبيرة من زيت الزيتون. وأخيرا مبادرة الإعلام، يعني المهرجان هذا خدم المنطقة بشكل كبير بأنه عرف المواطنين بشكل عام بالزيتون إلى درجة أنه أرتبط أذهان الناس، مجرد ما يقول واحد منطقة الجوف يجي في ذهن المجتمع مهرجان الزيتون. صحيح. زيت الزيتون، فإحنا ركزنا على الجانب هذا وكيف نستغله في أن نظهر منطقة الجوف من خلال المهرجان. أكيد. المهرجان صار واضح الآن بأجندة المهرجانات في المملكة ومثبت سنويا دائما. ممتاز. أنه موجود يقام بالفترة هذه فترة المصاحب لإنتاج الزيتون، يعني وهذا الشيء اللي احنا نحاول نبحث عنه ونعززه سنويا سنة ورا سنة.
ممتاز، أكيد كل الشكر لك. كنت معنا المهندس محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لمهرجان الزيتون بمنطقة الجوف، كل الشكر لك. تمنياتنا أيضا لكم بالتوفيق والنجاح دائما، ومن مهرجانات إلى مهرجانات أخرى بإذن الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. يعطيك ألف عافية. فعلا نتمنى لهم كل التوفيق في هذا أكيد. المهرجان، نشكر كل من ساهم في نجاح أو إنجاح هذا المهرجان في الأعوام السابقة، وبإذن الله بيحققوا أيضا نجاح وتوفيق بإذن الله هذا المهرجان. طبعا مشاهدينا حننتقل لموضوع مختلف تماما من مهرجان الزيتون إلى تقرير عن تنظيف الأسنان. من أجل المحافظة على الأسنان يجب التركيز على تنظيفها وتفريشها 3 مرات يوميا، ولتنظيف الأسنان بطريقة معينة يجب على الكل اتباعها. للمزيد طبعا عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي خلينا نشوفه مع بعض.